النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نقدم لكم النشرة الجوية الرئيسية، نستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال 24 ساعة القادمة وأيضا خلال الثلاث أيام القادمة بحول الله. لا بأس أن نذكركم بالاشتراك على قناتنا على اليوتيوب وأيضا تفعيل زر الجرس حتى تصلكم آخر التنبيهات الجوية. تأثرت المملكة خلال اليومين الماضيين بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، جلب معه كميات جيدة من الأمطار في أغلب مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الشرقية وأيضا أجزاء من المرتفعات الجنوبية. كانت كميات كما ذكرنا جيدة، حوالي 30 ملم سجلتها عجلون كأعلى كمية مسجلة في المملكة. خلال الساعات القادمة وخلال ساعات نهار اليوم الاثنين استمرت الرياح الغربية الرطبة بالهبوب من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام. ترافقت هذه الرياح الغربية الرطبة بتشكل غيوم منخفضة غطت مختلف المناطق، المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية خلال ساعات نهار اليوم الاثنين. لاحظوا المنخفض الجوي الذي أثر علينا خلال اليومين الماضيين ابتعد، يتمركز حاليا هو فوق الأراضي الإيرانية. لاحظوا هنا أيضا دوران الغيوم حول مركز هذا المنخفض الجوي. مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي بدأت رياح غربية بالهبوب خلال ساعات نهار اليوم الاثنين، والتي جلبت معها الغيوم المنخفضة التي غطت عموم مناطق المملكة. خلال بالانتقال إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية، هذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال يوم الاثنين. لاحظوا هنا درجات حرارة نوعا ما باردة، طقس بارد نسبيا في عموم مناطق المملكة، درجات حرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام. يوم الأربعاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق، تميل للدفء في منطقة الأغوار، أيضا في منطقة البحر الميت وأيضا في منطقة العقبة. هذا الارتفاع على درجات الحرارة سيترافق مع نشاط في سرعة الرياح الشرقية أو الجنوبية الشرقية إلى الشرقية في عموم مناطق المملكة، خاصة هنا بالمنطقة الجنوبية الشرقية، المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى والشمالية بما فيها العاصمة عمان. هذه الرياح ستعمل على إثارة الأتربة والغبار في المناطق الصحراوية، أيضا في المناطق المفتوحة قد تعمل على التدني قليل في مدى الرؤية الأفقية. بالانتقال لتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة على العاصمة عمان، طقس مستقر خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء 16 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان كحرارة عظمى، 10 درجات مئوية كحرارة دنيا. يوم الأربعاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، حوالي 18 درجة مئوية كحرارة عظمى، 10 درجات مئوية كحرارة دنيا. يوم الخميس تبقى الأجواء مائلة للدفء أو تكون الأجواء معتدلة إلى لطيفة، 18 درجة مئوية كحرارة عظمى مع تفرق لبعض الغيوم العالية. أما ليلا فستسجل حوالي 11 درجة مئوية مع استمرار لتفرق الغيوم العالية. كملخص لما استعرضناه في نشرتنا الحالية، هناك ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، أيضا يتزامن هذا الارتفاع على درجات الحرارة بنشاط في سرعة الرياح خاصة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. أيضا هناك ضباب متوقع خلال ساعات فجر يوم الثلاثاء على المنطقة السهول بسبب ارتفاع نسب الرطوبة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.